جئتنا بالبشرى وبكل سرور. الصوم يطهر أرواحا تسعى للنور. صمنا لله وصلينا، صمنا لله وصلينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صائمون والله أعلم. عنوان هذه الحلقة: قراءة سريعة أم تدبر؟ الجميع يسأل، هل أقرأ القرآن بسرعة أم أتدبر؟ ترى ما الفرق بين التفسير وبين التدبر؟ ترى ما هي الوسائل التي تعينني على التدبر؟ أيضا كيف كان السلف الصالح يتدبرون القرآن، وماذا كانوا يقصدون بكلمة تدبر؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه بإذن الله. بسم الله، عنوان هذه الحلقة: تدبر أم قراءة سريعة؟ الجميع يسأل في شهر رمضان، بصفة هذا الشهر شهر القرآن الكريم والأغلب الناس تقبل على القرآن في هذا الشهر، بل دعوني أتكلم عن شيء موجود للأسف نشهده في مجتمعنا، أن بعض الناس لا يمسكون المصاحف إلا في شهر رمضان. فالجميع يسأل، هل أقرأ قراءة سريعة أم أقرأ قراءة متأنية؟ أم هل أتسابق في عدد الختمات أم أتدبر؟ بصراحة بداية لابد أن نفرق بين التفسير وتدبر. التفسير عالم وتدبر عالم آخر. إنما أنصح دائما في شهر رمضان أن يكون لكل إنسان مؤمن ختمة تدبر. ما معنى ختمة التدبر؟ التدبر يختلف عن التفسير. التفسير هو عبارة عن كشف المعاني الغامضة في الآية ومعرفتها، وكذلك أيضا الغوص في هذه المعاني. أما بالنسبة لموضوع التدبر، فالتدبر يختلف كليا عن هذا الباب، وإن كان يشبهه في بعض المواقف، إلا أن التدبر هو عبارة عن تثوير المعاني، أن تعمل المعاني ثورة في نفسي. ما معنى التدبر؟ مرة أخرى، التدبر هو عبارة عن سلوك تؤثره الآية في. مثلا كان الصحابة يقرأوا مثلا تنزل آية: ولا يغتب بعضكم بعضا. كيف يتدبروا هذه الآية؟ يسألوا بداية النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الغيبة، وماذا نفعل كي لا نقع بها، ولو وقعنا بها ما هو الإثم الحاصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. فكانوا يسألونه: يا رسول الله، أو رأيت إن كان ما فيه، يعني هو فعلا طماع ونحن غتبنا وقلنا أنه طماع أو بخيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان أو إن قلتم ما كان فيه فقد اغتبتموه، وإن لم يكن فقد بهتموه. يعني في الحالتين وقعنا بالفخ، الغيبة والبهتان. لذلك كانوا يحاولوا إسقاط هذه المعاني على أرض الواقع، على سلوكي، يتأثر السلوك. بالمجمل، التفسير عالم معلوماتي، التدبر عالم سلوكي. سلوكي التدبر يعني يؤثر على سلوكي، يؤثر على أخلاقي. كيف هذا وأنا إنسان قد أكون أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس الشريعة أصلا ولا أفهم في كل هذه الأمور؟ بصراحة تدبر يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من العباد، بشرط واحد ألا وهو الرغبة. إن كنت أو كنت تقرئين القرآن برغبة عالية وبهمة عالية لفهمه، سوف تأتيك الفتوحات والفهم تباعا آية بعد آية. وإن كنا نقرأ القرآن فقط لعد الصفحات وختم الختمات وتكرار الأجزاء، فهذا شيء مختلف آخر. يعني لا، أنا لا أحدد كم الحسنات التي نأخذها، هذا شغل رب العالمين، لكن نلفت النظر إلى أننا بحاجة إلى التدبر لكي نتغير. التدبر عبارة عن سلوك، التدبر هو أن تقع الآية في أخلاقي. أعتبر يعني كيف أساعد نفسي في التدبر؟ أولا أعتبر أن القرآن الكريم رسالة شخصية، أن هذه الآيات موجهة لي فقط أنا وحدي. أنا أقرأ آيات الله سبحانه وتعالى أنزلها لي وحدي، أطبق، أفهم، يعني أحاول أن أفهم أي رسالة
الصفحة الواحدة وحاول أن أفهم في الصفحة الواحدة لو رسالة واحدة وجهت لي وأطبقها. هكذا يكون تدبر. فهو ليس بحاجة إلى يعني العمق وإلى معرفة النحو وإلى، هناك أنواع من التدبر سأتكلم عنها، 4 أنواع، أنواع كبيرة، لكن أنا أتكلم عن النوع الذي يلائمنا جميعا في شهر رمضان. أنواع التدبر: تدبر البسيط العام وهو قراءة ظاهر الآيات ومعرفة الأمر والنهي. يعني مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي إنسان مهما كان ثقافته يعرف أن المطلوب منك أيها المؤمن أن تغض بصرك، أن السارق والسارقة أن هذه الآية فيها عقوبة، الزانية والزاني الجميع يعرف أن هذه الآية فيها عقوبة، إذن أفهم النهي. لذلك قال بعض السلف: وما التدبر في القرآن إلا معرفة ما نهى الله عنه. يعني إذا عرفنا اللي الله نهى عنه في القرآن، أنا إنسان متدبر، اللي هو النوع الأول تدبر البسيط، في من السياق العام بقدر أخده أتدبر، تدبر الكلمة وهذا أكثر من 12 نوع، تدبر الحرف أيضا هذا شيء يعني، وتدبر المعاني. أنا بدي تدبر العام من السياق العام، شو أنا بستفيد؟ هذه الآية شو بتأمرني؟ شو بتنهاني؟ هذا اسم الله الأسماء الله الحسنى، ليش أجت هون سميع بصير؟ يمكن لأنه الآية مربوطة بشيء له علاقة بالسمع. ليش أجت هون كلمة أو الرقابة؟ ليش أجت هون مثلا علي حكيم؟ بحاول هيك يعني أعمل عصف ذهني وأنا بقرأ في خلال القراءة. ده كله يا جماعة بتم من خلال القراءة، وهذا ما بياخد وقت. مثل ما حكيت، أهم شيء الرغبة في الفهم. شو اللي بساعدني؟ اللي بساعدني بداية قبل ما أقبل على المصحف وأقرأ ختمة التدبر المرجو والفائدة منها، أولا الاستغفار. لماذا الاستغفار بكثرة؟ لأن أكبر مانع من منعي لفهم القرآن الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الشهير: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تهتك العصم، ومن الذنوب التي تحبس الدعاء، ومن الذنوب التي تجلب النقم وتدفع النعم، وسأتحدث عنها في حلقة خاصة الذنوب. لكن كل ما يهمني اليوم أمور تساعدني على التدبر. الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. الصدقة بهدف أن أتصدق وأضمر نية تدبر القرآن أو فهم القرآن. لو فعلنا هذه الأمور وأقبلنا على القرآن إقبال المتدبر الذي يريد أن يعرف ما وراء الآية، ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها الله سبحانه وتعالى لي، سننجو بإذن الله في هذا الشهر. أختم هذه الحلقة بمثال بسيط. لو أن مدير الشركة قد بعث رسالة لكل الموظفين وجاء إلى موظف وسأله: وصلتك الرسالة؟ قال: طبعا وصلتني. قال له: أقرأتها؟ قال: قرأتها ولم أفهم شيء. أليس هذا العمل سوف يسقط هذا الموظف من عين المدير؟ ولله المثل الأعلى، حينما نقرأ القرآن بدون تدبر وبدون فهم رسالات نسقط من عين الله. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وديتنا بالبشرى وبكل سرور، الصوم يطهر أرواحا تسعى للنور. صم لله.